يمكن يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة. على أي الآن الفتح تناقش مقابلة بأريحية، جات عن باطنة يراوغ تمشي مشي 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 أو لا 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 كرة كشت هنا إعادة. شوف اش غادي يعمل بن جلون هنا، وهم دفاع تجاوز تغطية ديال جبيرة ما طمعش بلغات كرة قدم. بن جلون ماشي طماع، بن جلون ماشي طماع، عطى كرة جميلة لباطنة أمام مرمى فارغة، هدف ثاني للفتح يعقد ماموريه الرجاء في الوقت